ننتقل إلى قضية يسأل عنها هذا المستمع فيقول: ما حكم من يصف الزمان بأنه زمان غدر أو زمان سوء وما أشبه ذلك؟ لا تجوز مسبة الجلال ومسبة الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الذي يسب الدهر إنما يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس بيده شيء، وإنما هو زمان مخلوق، والذي يدبر الأمور في الدهر والأوقات والأزمان هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى، لأن ما يجري في هذا الوقت إنما هو بقضاء الله وقدره وخلقه وإرادته سبحانه وتعالى. فلهذا نهي عن مسبة الدهر، وأيضا لأن هذا ينبئ عن اعتقاد باطل هو أن الدهر هو الذي يتصرف، فهو الذي أحدث ما يكرهه هذا الساب. يقول أن الأمر بخلاف ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى هذه الأمور المكروهة والمحبوبة، كلها من الله سبحانه وتعالى. وهذا اعتقاد الدهرية الذين يقولون: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. فهذا اعتقاد الدهريين الملاحدة. والمسلم إذا قال هذا فإنه لا يخرج من الدين، ولكنه يكون متشبها بهؤلاء، ويلحقه من الإثم بقدر ما يكون في قلبه من الاعتقاد. نعم.